اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء كمواقع التواصل الاجتماعي تظهر على شاشة بعد الأستاذ سعود الصرامي والمهندس طارق التويجر هم ضيفا هذه الحلقة. مباراة مرتقبة ومنتظرة بين الأهلي والاتفاق والتقرير بزميلنا مجد الرحمن. تبدو مباراة الأهلي والاتفاق لحساب الجولة الثامنة من دوري زين السعودي للمحترفين مرشحة لتكون من أبرز لقاءات الجولة، فالفريقان يحتلان مركزين متقدمين في مراكز صدارة الدوري، ذاك أولا، وثانيا لأن سيرة لقاءات الفريقين الذاتية ممتلئة بالمباريات التنافسية الحافلة بالأهداف دوما. الأهلي صاحب الضيافة يحتل المركز الرابع من 6 مباريات، فاز في 4 منها وتعادل وخسر في مباراة واحدة، وبرصيد نقطي يبلغ 13 نقطة، وهو العائد من الأحساء في الجولة السادسة بتعادل مع فريق الفتح بهدفين لمثلهما قبل أن تؤجل مباراته مع فريق الفيصلي في الجولة السابعة لظروف الطيران. الأهلاويون بعوامل الأرض والجمهور ونشوة المستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق منذ انطلاق الموسم سيراهنون بالتأكيد على فريقهم رغم إدراكهم بإمكانيات الضيف القادم من الدمام. في الجهة المقابلة تدخل فرقة الكوماندوز اللقاء في ظروف مثالية للغاية حين يحتلون المركز الثاني 19 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر الشباب بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات وتعادلوا في لقاء واحد فقط، فيما تتكامل صفوف الفريق وتترابط بشكل جيد ابتداء من حارس المرمى ودفاع الفريق اللذان استقبلا هدفا واحد فقط في 7 مباريات كاملة. لقاء الأهلي والاتفاق الذي يحتضنه استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة سيكون موعدا لعشاق الإثارة والكرة الراقية دون شك، فهل يستفيد الأهلي من عوامل التفوق لديه ويلحق بالاتفاق الهزيمة الأولى، أم أن الاتفاق سيضم الأهلي لقائمة الضحايا؟ هذا تقرير زميلنا ماجد القحطاني لمباراة الاتفاق والأهلي. فهد، قبل ما أخذ قبل ما أخذك في المداخلة معنا على الهاتف الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء الخير سمو الأمير. مساك الله خير أخوي تركي، مساء الخير لضيوفك الكرام. سمو الأمير، في قبل ما أتكلم معك عن المباراة، يعني أبغى أسأل عن موضوع شوي بعيد عن المباراة. في الأيام الأخيرة كثير من الأخبار اللي تدور حول الفريق الأهلاوي وعن مفاوضات، أخبار صحفية وتقارير تتحدث أنه هناك نية لمفاوضة أسامة هوساوي، هناك نية لمفاوضة أحمد الفريدي، هناك نية لمفاوضة وليد عبد الله، هناك نية إحضار لاعب في قلب الدفاع، لا نية للإبقاء على حسن الراهب. إن شاء الله أخبار كثير قاعدة تطلع في كل مكان ونحتاج منك توضيح سمو الأمير. أول أخي تركي، بس أنا أحب أكد أنها كلها اجتهادات صحفية لا أقل ولا أكثر، لأن أخرتها البارحة أظن كان طالع موضوع الكابتن وليد عبد الله وأنه في اتصال تم بينه وبين الأخ أيمن عبد الغفار. أنا أرجع أكد أن الأخبار كلها ما هي صحيحة. الأهلي والله الحمد نادي يحترم خصوصيته، أنه لا حد يتداخل في لاعبين، فلا نرضى للغير أنه نتداخل في لاعبينهم إلا في حالة أنه اللاعب يكون في 6 شهور، فهذا حق مشاع كل نادي أنه يفاوضه. أما لاعب ما زال لو ما كان لسه باقي يوم واحد في عقده فلن نسمح لأنفسنا أن نتحدث معه. فأنا أستغرب الله بصراحة الأخبار هذه كلها وتأثيرها على المدرج الأهلاوي عموما. يعني ايش تفسرها سمو الأمير؟ ايش تفسرها الأخبار اللي تدور حول الأهلي فقط في الأيام الماضية عن كثرة المفاوضات؟ كيف تفسرها الإدارة الأهلاوية؟ والله ما أدري أخي تركي، قلت لك أنا الاحتمال أكبر أنها اجتهادات صحفية. يعني حتى اللاعبين اللي مذكورة أسماءهم أظنهم عناصر مهمة في أنديتهم، يعني لا يعني ما أتوقع أنه نسمح في النادي الأهلي لأي نادي آخر يفاوض عناصر أساسية في النادي الأهلي مثل تيسير أو معتز لاعبي منتخب أو غيرهم من زملائهم. يعني فشيء طبيعي أنه الأندية الأخرى كذلك ستتعامل. يعني
لكن ارجع اقول انه ما دام احنا في النادي الاهلي وكذلك ان شاء الله انديه المملكه جميعا يعني ما دام فيه ما دام اللاعب مرتبط بعقد رسمي ولا لم يدخل الستة اشهر فلن نفاوضه يعني لاعب في الستة اشهر هو حق مشاعر المفاوضه من الجميع. ممكن هذا ياثر يضع الاداره تحت ضغط امام الجماهير مثل هالاخبار انه اللي يصير الجمهور يتعلق ببعض الامال وبالتالي لما ما تتحقق يضغط على الاداره؟ والله احتمال لكن انا عشان كذا ربما خطرت حبيت اني اوضح الصوره تماما وانفيها تماما انه لم يحدث كل هذه الاخبار. ارجع اقول هي اجتهادات صحفيه لا اقل ولا اكثر. نعم. اتمنى باذن الله انها تقفل تماما يعني ف يعني ما هو لا الوقت المناسب اصلا الان يعني الحديث عن هذا. الاهلي الان عنده مباراه جدا مهمه غدا ان شاء الله. المباراه حتفرق معنا كثير باذن الله وتركيزنا كله عليه في الاخبار المختلقه هذه ربما تؤثر ايضا على الجماهير على العمل الاداري يعني مثل ما قلت انه في جماهير كثيره ما لها الا اللي تقراه تقريبا في وسائل الاعلام سواء المقروءه او في مواقع الانترنت يعني. فانا بس عشان احب اوضح للجمهور الاهلاوي كل هذه كلها شهادات صحفيه لا اقل ولا اكثر. النادي الاهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعبين المذكورين وصدقني ارجع اقول الاهلي لما يبغى يدخل في مفاوضات تركي حيدخل بالطرق السليمه والمشروعه. لن ندخل في مع لاعب عقده لم ينتهي ولا نرضاها اصلا من انديه اخرى. طيب مباراتكم نفعلها. طيب مباراتكم سمو الامير غدا امام الاتفاق، فريق الاتفاق فريق قوي منظم لم يدخل مرمى الا هدف واحد، الاهلي قدم مباريات ممتازه بدايه الموسم بعدين في هبوط مفاجئ في المستوى، جماهير الاهلاويه لا يعني لم تعد ترضى ابدا بغير الثلاث نقاط لان تعودتم الجمهور عليه في بدايه الموسم، واليوم انت كل الاخبار الاعلاميه اللي كانت تخرج من النادي الاهلي تتحدث عن حث الامير فهد بن خالد للاعبين على النقاط الثلاث وانه انت كنت تضغط كثيرا في هذا الاتجاه. هو مطلب لنا احنا كمان كاداره النادي او كلاعبين الثلاث نقاط. لا شك اننا نلعب مع متصدر الدوري الان وانا ارى الاتفاق الموسم هذا الى الان الى الجولات الماضيه انه اكثر فريق سعودي مستقر فنيا يعني. المباراه جدا صعبه لكن باذن الله انه قادرين على تحقيق الثلاث نقاط. اليوم كان في اصرار من اللاعبين على سعاده جماهيرهم وسعاده انفسهم ايضا. والتقدم خطوة في سلم الدوري فبإذن الله إن شاء الله أنه بكرة أنه نفرح جميعا بثلاث نقاط إن شاء الله. الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شكرا جزيلا لك. أبو فهد تهلي. والله شوف الأهلي السنة هذه يعني يقدم مستويات كبيرة ومرشح كبير أيضا للحصول على بطولة الدوري. وطبعا هو وفق في الرباعي الأجنبي يعني عماد الحوسني لاعب من أهم اللاعبين في الدوري السعودي مع فيكتور سيمونز مع اللاعب الكولومبي وأيضا كاماتشو كصانع ألعاب. الأخبار اللي تتحدث عن وضع الأهلي وأنه يفاوض لاعبين يمكن بعض الناس يعني ما أعجبه استقرار الأهلي وعودته إلى المنافسة وبقوة فراح يبث هذه الأخبار لتوتير علاقة الأهلي مع الأندية الأخرى. أنا أعتقد أنه النادي الأهلي في الموسم هذا أو الموسم القادم على أبعد تقدير سيكون بطلا للدوري السعودي لأنه فعلا الآن هناك نهضة أهلاوية كبيرة جدا في جميع الدرجات السنية وهناك مواهب ممتازة يقدمها النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يفاوض أندية أخرى لا يفاوض لاعبين أندية أخرى لأنها تتنافى مع مبادئ وأسس النادي الأهلي النادي الراقي الذي يتعامل مع جميع الأندية من خلال مسافة واحدة. أبو صالح المباراة غدا نتكلم معك عن مباراة الاتفاق والأهلي. احنا قبل المباراة تركي ودي أضيف بس نقطة مهمة حقيقة أنا ما زلت أتذكر حقيقة يوم كنت بنادي هلال اتصال احد اللعيبه خلي اقول لك المشهورين تقريبا في النادي طبعا علينا وتكلم معي تحديدا انا خاصه من طبعا لاعب في نادي اخر وتحدث معي قال لي اختارك بس لو خرج بكره خبر عن انه نادي هلال يفاوضني فارجو الرجاء انه يكون نادي هلال وهي خدمه انسانيه انه ما ينفي هذا الخبر. تعرف اخ تركي يعني وهذه مشكله حقيقه انه اكثر
اللاعبين عندهم أصدقاء إعلاميين، فبالتالي من باب التسويق ومن باب الخدمة ويقدم خدمة مجانية حقيقة لهذا اللاعب، بحيث أنه هذا اللاعب يعني يعامل بالمثل، إما إمداده بأخبار معينة من هذا القبيل، فبالتالي هذا يكافئه في أنه يسوق له عند انتهاء عقده أن هذا اللاعب ينافس هذا اللاعب، هذا اللاعب هذا النادي يريد هذا اللاعب، وهكذا ويذهب بأرقام ويحدد أرقام معينة من هذا القبيل ليس لها أي أصل حقيقة. فلذلك أنا أقول لك أنه معظم الأخبار حقيقة اللي يعني تتوافق دائما إعلامية تتوافق مع انتهاء عقود اللاعبين يعني لا تصدق يمكن جلها حقيقة. نعم. هذه أقولها وأنا متأكد. بالنسبة لمباراة الغد حقيقة أنا أعتقد أنه الأكبر مكاسب الأهلي هو يتمثل في الأمير فهد بن خالد. الأمير فهد حقيقة رجل فاهم كورة بكل ما تحمل الكلمة معنى، رجل يعني حقيقة يشتغل الفريق بشكل كبير، يتعلم من أخطاء أكيد أنه يقدم يعني يشتغل على الفريق بشكل صحيح. الأهلي بمنأى حقيقة عن المشاكل الخارجة عن النادي عن تطوير الفريق، وهذا يبشر حقيقة بقدوم الأهلي إن شاء الله لو أعطي الفرصة من جماهيره. هذا أتكلم أعطي الفرصة من جماهيره وعدم استعجال في تحقيق نتائج، يعني خلنا نقول لك مثلا تصدر من هذا القبيل أو ببطولة. الأهلي متى ما اشتغل على الفريق كفريق بغض النظر عن 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 مثلا تحقيق بطولات من هذا القبيل، نعم، سيعمل مؤكد أنه يكون حضوره قوي في الموسم القادم أو اللي بعده إن شاء الله.